بسم الله الرحمن الرحيم. مكملين مع بعض يا سنه رابعه تحولات الماده. تاني احنا اتفقنا ان حالات الماده 3 بـ4 تحولات، 3 حالات بـ4 تحولات، حاله صلبه، حاله سائله، حاله غازيه. عمليه الانصهار، عمليه التجمد، ناخد بقى النهارده العمليتين التانيين. اول عمليه هي عمليه التبخر. عمليه التبخر دي انا حولت، عرفت ان انا حولت من الحاله الصلبه للسائله ومن السائله للصلبه. طب انا عايز احول من حاله سائله لحاله غازيه، هل ينفع؟ هينفع. انا جبت شويه ميه وحطيتهم على النار وسبتهم لحد ما يغلوا، ايه اللي هيحصل؟ هتبدا الميه واحده واحده عندي تتبخر، في بخار طالع اهو زي ما انتوا شايفين. لو انتوا مش شايفين البخار ده هنشوف فيديو يوضح عمليه التبخر. يلا نشوف الفيديو بعد كده نشوف التعريف. يلا لما نحط براد في شويه ميه على النار، تعالوا نجرب. هنجيب براد ونحط فيه شويه ميه ونحطه على النار، بعد شويه هنبدا نلاحظ خروج بخار من فتحه البراد، وباستمرار التسخين بتزيد كمية البخار المتصاعد وتقل كمية المية في البراد. نستنتج من كده إن تتحول المادة من الحالة السائلة زي الماء إلى الحالة الغازية اللي هي بخار الماء بارتفاع درجة الحرارة، وتسمى هذه العملية بالتبخر. بعد ما شفنا الفيديو سبعة عرفنا إن يمكن أحول المادة من الحالة السائلة للحالة الغازية برضو عن طريق ارتفاع درجة حرارته. انا رفعت درجة حرارة السائل عندي لدرجة ان هو اتبخر. يبقى العمليتين انا بحتاج ليهم رفع درجة الحرارة هي عملية الانصهار وعملية التبخر. يبقى لما اجي اعرف عملية التبخر هقول ان هي العملية او هي تحول المادة من الحالة السائلة للحالة الغازية بارتفاع درجة حرارتها، وبين قوسين ما انساش احط بالتسخين. تاني حاجة، اخر حالة والحالة الرابعة هي حالة التكثف. هل ينفع احول، عشان حولت في الاول من صلب لسائل ومن سائل لصلب، الحالتين التانيين هحول من سائل لغاز ومن غاز لسائل. وفي حالة تانية هي حالة قطرات الندى اللي بنلاقيها على اوراق الاشجار في الصباح، دي هنشوف لها فيديو وبعد كده نرجع نشوف نعرف ايه عمليه التكثف. نفهم بيه معنى تكثف بخار الماء. هنجيب نبات اخضر هنحطه في بلكونه وهنفحص اوراقه في الصباح الباكر، هنلاحظ قطرات صغيره من الميه على اوراق النبات. القطرات دي بنسميها الندى، وممكن نلاحظ القطرات دي برضو على الزجاج الخارجي للسيارات في الصباح الباكر. هنكرر فحص أوراق النبات، لكن بعد ظهور الشمس هنلاقي إن القطرات دي اختفت. نستنتج من كده إن تتحول المادة من الحالة الغازية زي بخار الماء الموجود في الجو إلى الحالة السائلة اللي هي قطرات الندى بانخفاض درجة الحرارة، وتسمى هذه العملية بالتكثف. بعد ما شفنا الفيديو ان انا قدرت اعرف اني ممكن احول من الحاله الغازيه للحاله السائله. انت يا سنه رابعه لما اخفض درجه الحراره، بمعنى بخار الميه اللي كان طالع لي من الوعاء اللي هو سخن ده او الوعاء اللي بيغلي ده كان درجه حرارته عاليه، لامس ايديا او الطبق اللي درجه حرارته اقل من درجه حراره بخار الماء، فايه اللي حصل؟ اتكثف لي على غطاء الوعاء اللي عندي. نفس الموضوع، قطرات الميه اللي بنشوفها في الصباح الباكر دي بتبقى درجه حرارتها عاليه، اول ما تكون ملامسه لاوراق الاشجار درجه حرارتها اقل فبتتكثف، فبنلاقي بعض القطرات الموجوده على اوراق الاشجار. مختصر ان عمليه التكثف هي تحول الماده من الحاله الغازيه للحاله السائله بانخفاض درجه حرارتها، يعني بالتبريد، زيها زي عمليه التجمد. يبقى العمليتين اللي محتاجين انخفاض درجه الحراره هما عمليه
التجمد وعملية التكاثف، لكن عمليتين اللي محتاجين ارتفاع درجة الحرارة أو رفع درجة الحرارة هم عملية الانصهار وعملية التبخر. يبقى أنا أقدر أحول من حالة للتانية أقدر أسوي ربع. يبقى أنا عندي، لو أنا عندي الحالة الصلبة عايزة أحولها للحالة السائلة، دي كده بتبقى بسميها عملية إيه؟ عملية ايوه سمع حد بيقول لي الانصهار، برافو عليكم. طب انا لو عايز احول من السائل للصلب هي عملية التجمد. طيب عايز احول من السائل للغاز دي بسميها عملية ايه؟ عملية سمع حد بيقول لي التبخر، برافو عليكم يا سما ربع. طب عايز احول من الغاز لسائل دي عملية التكاثف، وهكذا. يبقى انا اقدر احول اي حالة من حالات المادة باربع تحولات عندي، صغار، تجمد، تبخر، تكاثف. في حالة اخيرة يا سنة رابعة هي حالة بسميها حالة التسامي. ايه حالة التسامي دي؟ دي حالة بقول عليها تحول المادة من حالة الصلبة للحالة الغازية على طول بدون مرورها بالحالة السائلة. زي ايه عندي؟ زي مادة النفتالين. مادة النفتالين دي بتوجد في حالة صلبة، بعد مرور الهواء بعد مرور الوقت هلاقيها انها اتحولت لغاز من غير ما تتحول لسائل، دي بسميها حالة التسامي. وبكده خلاص يا سنة رابعة درسنا النهارده.